بينك قداس، نحن بكرة لازم نروح نكمل تدريباتنا على السلاح. أبو رجاء خلص بكفي تدريب، يعني صرنا بنحمل سلاح ومنقاتل ومنحارب. لا لا، ما عم بحكي عن السلاح العادي، أنا عم بحكي عن الرشاش والذي منه. أيوة، شو عليه منروح؟ بس أنا هيك في شغلة بقلبي حابب لك يا قول كداس، قول لا تخبي شي جواتك. نار شعلة جواتي يا أبو الرجاء. وشلون بدك تطفيها؟ بدي فوت على الحارة وأخذ الدار ابني. وينك لك كداس؟ اترك لي هالشغلة لالي وما بتكون غير رضيان. لا تطول علي يا أبو الرجاء، لا تطول علي، شنو ابني دمه لسه ما برد. وحياة عيونك لحتى تكون جسس مع بي الحارات والكلاب الداشرة عم تنهش فيهم، وبكرة بتقول أبو الرجاء وفعل. Oh.